هو نبي من الأنبياء لوط عليه السلام، وذكره جاء في معرض الثناء عليه في الكتاب العزيز، وهو عليه الصلاة والسلام رسول من رسل الله ونبي من أنبياء الله الكرام. معنى تصريف الكلمة فلان يلوط الحوض، يعني يسويه، يعني يسويه، تليط، تكون أنت تليط الحائط، والله أعلم. هل يجوز التسمية بلوط؟ ما المانع؟ ما المانع؟ وفي ناس كثير يسمون بلوط، يسمون بلوط في هذه الأزمة نبي كريم، وإن كان الحديث الذي فيه تسمى بأسماء الأنبياء في سنده ضعف. نعم.